فعلى ليفربول وحسم كأس العالم للأندية، برازيلي قتل البرازيل بهذا المفهوم، برازيلي وقتل البرازيل فيرمينيو. هذا اللاعب اللي دائما أقول لكم لاعب يعني لاعب يعني خفي، ولكن دوره كبير 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 جدا في هذه المباراة. سنحلل المباراة يعني النهائي ليفربول والفريق البرازيلي نهائي كأس العالم للأندية، وأيضا سنتحدث يعني عن مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي قمة الدوري الإنجليزي، مباراة خطيرة جدا يعني محرز وجه فريقه السابق، مباراة استمتعنا بها. سنحلل المباراتين، خليكم معنا، سنقسم الفيديو لمباراة مانشستر سيتي لوحدها ومباراة ليفربول لوحدها، خليكم معنا. ممتاز، فكرة هائلة حقيقة. هذا شعار عنده أبعاد فيزيونومية وسيكولوجية وتجارية محضة. السلام عليكم الخوت، كتعودوا هاني ناشطين فرحانين كلشي زين الله يحفظكم. كنتمنى اللي كيشاهدنا وكيعجبو فيديوهاتنا بالدابا لتحت وتابونوا وفعل زر. شكرا لكم كاملين. اليوم غنتحدثوا على المباراتين الجميلتين بصراحة اللي كانت اليوم هاد العشية، مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي قمة الدوري الإنجليزي بصراحة على المركز الثاني، ومباراة ليفربول وفلامينغو نهائي كأس العالم للأندية. وداك اللي بغيتي تشاهد المباراة ديال مانشستر سيتي وليستر سيتي فهي اللي غتكون في الأول، وسنتحدث عن ليفربول في النصف الثاني من هذا الفيديو. ما تزبيوش، تابعوا معنا التحليل ستستمتعون إن شاء الله. سنبدأ الآن، لنبدأ لا نتأخر، مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي اللي شاهدنا فيها يعني تألق لاعبين مانشستر سيتي ضد فاردي. فاردي اللي وحده هذا رأس الحرب الذي يمتلكه ليستر سيتي، موهبة ضائعة وقتلت نفسها في ليستر سيتي بكل صراحة. هذا اللاعب يستحق مثل ريال مدريد. لماذا ريال مدريد لم تتعاقد مع فاردي ليكون معوض بنزيما أو ليلعب مع بنزيما ويعني وصارعوا في يوفيتش الذي لا يلعبون به؟ لماذا؟ رأينا اليوم كيف سجل هدف خرافي في البداية، وهو من افتتح التسجيل لوب على هندرسون أو أندرسون حارس مانشستر سيتي، هدف جميل فاردي، وهو الذي تألق في الشوط الأول، وهو الذي يعني ضيع فرصة ثانية وانفراد ضيعه مع الحارس لوحده كان يصارع مانشستر سيتي. في الجانب الآخر محرز 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 اليوم يعني بهدل دفاعات ليستر سيتي بهذا المفهوم، بهدل فريقه، وهذا هو الاحترام الذي أطلبه دائما من الفرق. هكذا تحترم فرقك التي لعبت معها، أمتع عندما تواجههم، ولكن عند تسجيلك للهدف احترمهم، أما أن تحترمهم بدون أن تلعب أمامهم هذا ليس احترام. رأيناه في الشوط الأول كيف يراوغ ويسدد وتخرج بعيدا أو يتصدى للحارس تلك ضربة الخطأ التي كان سيكرر أو سيعاود سيناريو الجزائر مع نيجيريا، حطها في الرياض ضربة الخطأ التي سددها بمهارة ومرت محادية للعارضة محادية للعارضة. ما أزعجني في مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي وبالأخص في الشوط الأول هو أن ستيرلينغ متسرع. ستيرلينغ تريد أن تراوغ عشرة، تريد أن تراوغ عشرة، ليس بهذا الأداء ستفوزون على ريال مدريد، ليس بهذا الأداء ستلعبون مع زيدان الذي يعني الآن وصل لمرحلة الفيقان، يعني فاق، يعني استيقظ من السبات، الريال استيقظ من السبات الذي كان فيه بهذا التصرع. فقط دي بروين ومحرز اليوم هما من أبدعها فقط دي بروين رأينا كيف يسدد، كيف تصدى الحارس تسديداته في الشوط الأول. محرز أيضا كيف أعطى أسيست لدي بروين اللي أعطى أسيست لستيرلينغ، أعطى أسيستات ولكن لم يسجله. وفي بداية الشوط الثاني كرة على الطاير أضعها محرز، وأيضا ضربة جزاء التي اصطادها ستيرلينغ سددها غوندوغان، هدف الثاني يعطي التفوق بعد هدف محرز الذي عاد لهم في المباراة بعد تسجيل محرز هدف يعني ضربت في المدافع وغير اتجاهه ولكن حسبت لمحرز بعد تسجيل فاردي. محرز ومن أعاد مانشستر سيتي يعني للطريق الصحيح ليصارعوا مجددا. وبالفعل ستيرلينغ ضربة جزاء سددها كما قلت لكم غوندوغان الذي ترجم هذا ما فعل. ايضا يعني بداية الشوط راينا محرز على الطاير يضيعها، يعني تسديدات يعني مؤطره في الزاويه الضيقه يتصدى للحارس، فعل كل شيء محرز اليوم ولكن حرم من انه يسجل هاتريك مثلا، الى ان اتى دي بروين كما قلت لكم الذي كان اليوم هو محرز يعني ينافسان بعضهما في من رجل المباراه. دي بروين يضع اسيست خرافي لجيسوس الذي كان نائم، فاق استفق على ذلك الهدف، ثلاثة نقاط وقتل المباراة بثلاثة أهداف لواحد. مباراة ممتعة 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 جدا جدا بكل صراحة، استمتعنا بها. وعلمنا الآن ما معنى قيمة محرز في السيتي. غوارديولا إذا رحل سوف يظهر لك قيمة محرز، غوارديولا إذا رحل ستظهر لك قيمة محرز في السيتي.
واليوم رأيتم يعني غوارديولا لعب بخطة فيها برناردو سيلفا وفيها محرز وفيها ديبرون وفيها جابريل جيسوس وفيها يعني غوندوغان وفيها كلهم اجتمعوا في تشكيلة واحدة وأمتعوا. ولكن عندما تلعب بي يعني ببرناردو سيلفا على حسب محرز على حسب محرز لا يعطيك. برناردو سيلفا اليوم حتى وإذا لم يظهر كثيرا لأنه وظف وسط يعني هو ديبروين هم من يصنع عن اللعب وراء يعني محرز ووراء ستيرلينغ، ولكن برناردو أفاد اليوم لأنه يعني بحال اللي يعطي المساعدة لمحرز. وبالعكس عندما يلعب برناردو سيلفا لوحده لا يمتع ولا يقنع ولا يعني ولا يكون يعني السيتي لا يكون متوازن. نعم يعطونا في الهجوم ولكن يسجل عليهم أهداف سهلة جدا. هذا ما حدث يعني أمتعونا مباراة جميلة مباراة قمة خرج من السيتي متفوق. وهذا ما حصل في مباراة مانشستر سيتي. مبروك على محرز مبروك عليهم. وحتى إذا الدور انتهى ولكن محرز يظل ومن يحفزنا لمشاهدة السيتي بكل صراحة. الآن سننتقل إلى المباراة الممتعة في الجانب الآخر مباراة هيتشكوكية مباراة لعبوا فيها 120 دقيقة ومباراة يعني في الشوط الأول شهدت تألق يعني وانفجار فيرمينيو الذي كوفئ يعني تكافأ مجهوده في الهدف الذي سجله بكل صراحة. لأن الكرة الأولى في الدقيقة الأولى ربما أو الثانية ضيع انفراد مع الحارس تلك الكرة لو لم يعني لو ليفربول خرج من هذه المباراة خاسر للكل يعني هاجم فيرمينيو وقال له لماذا أضعت انفراد ولماذا لم يعني لم تسجل تلك الكرة وأنت السبب في الخسارة كانوا سيهاجمونه. ولكن الآن عند قتلهم يعني البرازيلي وقتل البرازيل قتل البرازيل بهدف في الدقيقة 100 بطريقة يعني من أسيست ماني وكيف راوغتني ووضع هذا هم البرازيل هذا هم اللاعبون البرازيليون لمسة الصامبة الساحرة الخرافية جدا. أيضا رأينا في الشوط يعني الأول تألق كيتا الذي كيتا بدأ يتفاهم مع 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 محمد صلاح عفوا بدأوا يشكلون ثنائي خرافي. رأينا صلاح كيف أعطاه أسيست وكيف يعني كيتا لم يكن مركز ووضعها عالية. ورأينا أيضا يعني ماني بدأ يلعب ثنائية مع صلاح. رأينا أيضا تشامبرلين يلعب اليوم يعني أيضا يساهم. رأينا فيرمينيو متألق في الشوط الأول. مع بداية الشوط الثاني انقلبت الموازين أصبح صلاح هو من يتألق رأينا كيف أضع كرة وسجل هدف في تسلل وكيف صنع لماني هدف ضيع وكيف صنع لفيرمينيو ضيع وكيف يعني صلاح في الشوط الثاني أبدع في الشوط الثاني إلى أن أتت ضربة جزاء التي كانت يعني كانت ربما لن تؤخر المباراة للمئة وعشرون دقيقة. ولكن الفار يعني تخيل معي لو لم يكن موجود الفار يعني لا الحكم يعني أعلن ضربة جزاء لو سجلوها لانتهت المباراة. ولكن الفار أضاف لنا متعة نصف ساعة أخرى إضافية استمتعنا بها جدا إلى أن أتانا يا أخي فيرمينيو. هذا اللاعب على ليفربول أن يفخروا بلاعبين اليوم بكل صراحة لاعبين أنهم يمتلكونهم في فريقهم فيرمينيو وفيرجيل فان دايك اليوم الذي تصدى يعني اللي كنا نكون حقا يعني نتحدث عن فلامينغو. أيضا اليوم فلامينغو يعني أبدعوا في المرتدات ولكن فيرجيل فان دايك كان يتصدى. أحيانا ترى فيرجيل فان دايك لا يعني لا يهاجم بالسرعة أو بالقوة البدنية فقط يقف هكذا يقف مثل الحائط أو مثل الخشبة تضرب فيه الكرة تذهب يعني لا يعطي مجهود كي يقطع الكرات لأنه هو أيضا هو أصلا يصبح يلعب بدماغه فقط يعني مدافع يلعب بدماغه بعقله بتركيزه. يعني فيرجيل فان دايك وفيرمينيو عليهم أن يفخروا بهم هذا الموسم أنهم ليفربولين وأنهم من حققوا هذا الموسم أنك تحقق تشامبيونز ليج سوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ثلاثة ألقاب ثلاثية تاريخية جدا وأوروبية ليست محلية يعني أوروبية تعطيك التفوق في أوروبا. وكما قلت لكم يعني ماني يعني لم تحتسب له ضربة جزاء وأيضا ماني يعني لحد بكل صراحة ماني اليوم لم يكن في مستوى يعني اليوم فقط صلاح فأيضا أرنولد ذلك الظاهر أيضا خرافي التسديدة التي القنبلة التي قذفها ولم تدخل في الشباك مرت محادية للعارضة. المتعة شاهدنا محاولة فرص ضائعة مباراة فرص ضائعة لليفربول كلهم ضيعوا فيرمينيو ضيع العجب اليوم صلاح أيضا ضيع على نهائي تشكوكي نهائي برازيلي أوروبي برازيلي يعني إنجليزي خرافي جدا وأعطى التفوق كلوب هذا وموسم وهذا الموسم مع ليفربول حقق أوروبا وهذا الموسم أنا متأكد سوف يحاول أن يحقق المحلي يعني الدوري والكأس ويعني المحلي والسوبر أيضا تاع الكأس يعني المحليين لا ألقاب الإنجليزية يعني.
هي ختيمه مع ليفربول كل الالقاب حتى اذا لم يعني يفوز معهم بسداسيه او مثل هذا اللقب الذي فاز به اليوم برشلونه احتفلوا يعني فاز فيه في 2009 ربما و6 2009 واحتفلوا اليوم يعني رايناه السداسيه التي لم يحققها اي فريق ولكن كلوب علينا ان نشهد انه يعني اتى بجيل في ليفربول خرافي اليوم واليوم يشهد يعني ختام نتائجي يعني بحال قلتي يكافئ عن كل هذا الشيء الذي قدمه مع ليفربول بهذا الاداء اليوم وهذا الفريق والخطه الذي لعب بها اليوم ليفربول خرافيه جدا حيث لعب بالكس تشامبرلين وكيتا وهندرسون ايضا هندرسون اضاع يعني كره يعني كره ترجع من الدفاع رجعت له انقذها الحارس كره خرافيه لو سجلها قائد ليفربول كان هو القائد سيحمل الكاس وهو من سياتي بالفوز لم يكون سوف يطولون المباراه 100 دقيقه ولكن لا ايضا حارس ذلك الفريق البرازيلي تعملق وانقذ كرات كثيره كثيره جدا يعني ليس فقط ان فيرجيل فان دايك كان هو الذي يدافع في ليفربول وحارس فلامينغو كان هو الذي يتالق في فريقه ولكن لفيرمينيو كلام اخر برازيلي يعني يعرف سر البرازيل هو برازيلي يعرف سر البرازيل ذبحهم بالضربه القاضيه واتى بالكاس ليفرح ليفربول مره اخرى ويفرح كلوب ويفرح وهنيئا لكم مبروك عليكم ليلة كروية جميلة جدا شكرا لكم والسلام عليكم.